السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب. بالنسبة اللي بيتفرج عليها لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصل لكم من كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات من شروحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له، بإذن الله اللي هيتابعني هيستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول. تعالوا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه. مباراة قوية جدا جدا ومن العرض الثقيل هتجمع بين فريقي الزمالك المصري مع فريق الهلال السعودي في كأس سوبر توزيل لنسخة عام 2022، باعتبار الفريقين هما بطلاء الدوري المصري والدوري السعودي لنسخة عام 2022. وتقام المباراة على ملعب لوزيل بقطر يوم الجمعة الموافق 9/9 لعام 2022 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 10 مساء بتوقيت الإمارات العربية. ويمكنكم مشاهدة المباراة بالمجان من خلال أحد القنوات الآتية. بالنسبة لقمر الصناعة النايل سات موجودة على قنوات الكاس القطرية، موجودة على تردد 11919 معدل الترميز 27500 القطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، أو عبر قنوات دبي الرياضية وبتعمل بالمجان على النايل سات على ترددات 11096 معدل الترميز 27500 القطبية في أو فيرتيكال أو رأسي، أو من خلال ترددات 12418 معدل الترميز 30000 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، أو 12418 معدل الترميز 45000 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، أو عبر قنوات السعودية الرياضية الموجودة على ترددات 12149 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، أو على تردد 12284 معدل الترميز 27500 والقطبية في أو فيرتيكال أو رأسي، أو من خلال قنوات بين سبورت الموجودة وبتعمل بالمجان على النايل سات على تردد 11054 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، أو عبر باقة SSC سبورت الموجودة على العرب سات وبتعمل بالمجان على تردد 12380 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، وأيضا من خلال تردد 12418 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، مع احتمالية النقل على قنوات اون تايم سبورت الموجودة على النايل سات على تردد 11861 معدل الترميز 27500 والقطبية في أو فيرتيكال أو رأسي. يعني بسهولة جدا هتقدر تستمتع بالمباراة القوية اللي هتجمع بين فريقي الزمالك المصري مع فريق الهلال السعودي في مباراة كأس سوبر لوزيل عبر قنوات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم. ولو عجبك الفيديو وحابب تتابع معايا كل الأحداث الرياضية اضغط لايك واشترك في القناة، وأهم حاجة تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع أطيب تمنيات الجميع بمشاهدة ممتعة، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.